نرجع لكم مره ثانيه في صباح مليء بالانتصارات وبالفرحه. انتصارات اكتوبر يعني بتلقي بظلالها على الشهر كله. انتصارات المنتخب امبارح حاجه تفرح القلب. انتصارنا النهارده بافتتاح قاعه مؤتمرات على احدث طراز في التجمع حاجه جميله جدا ومشرفه. يعني النهارده انا كل امل وكل تفاؤل وبرجع لكم بعد فتره غياب كنت بجهز فيها لمجموعه من البرامج الجديده ان شاء الله اللي هتظهر على قناه مصر الزراعيه. وحشتوني جميعا. وفي اخر فقره النهارده هنتكلم عن كائن لطيف جدا، كائن في منتهى الجمال، الارنب. رمز عيد الفصح عند الاخوه الاقباط. الارنب من الكائنات الجميله جدا اللي الاطفال بيحبوها بيحبوا يلعبوا معاها، وهو طبعا من فصيله القوارض نظرا لاسنانه القارضه اللي احنا دايما بنشوفها والحفر الجميله اللي بيعملها تحت الارض. ويمكن اللي مربي ارانب بيعرف يعني ايه معاناه الناس اللي بتربي ارانب. هنتكلم النهارده عن دور البحث العلمي في ان احنا بقى نربي ارانب بس مش عشان نلعب بيها ونلعب معاها، لا، عشان نعملها مشروع نقدر بجد ان احنا نعتمد عليه كمصدر للبروتين ومصدر للدخل. بيسعدني يكون معايا احد المتخصصين في هذا المجال الدكتور احمد جوده الغريب، باحث فسيولوجي ومناعه الدواجن بالمركز القومي للبحوث. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. ليه الارنب مصنف من الدواجن؟ انا عارف بس انا عايز الساده المشاهدين يعني اللي متابعينا يفهموا الارنب ليه مصنف من الدواجن وليه مصنف من ذوات اللحوم البيضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ببدا لقائي مع حضرتك بتهنئه لجموع الشعب المصري بصعودنا لكاس العالم 2018 روسيا، وبهني القياده السياسيه والرئيس السيسي وجموع الشعب المصري بافتتاح قاعه المؤتمرات بالتجمع. ومن انتصار لانتصار زي ما حضرتك ما قلت، وده يعتبر شهر الانتصارات. هنيئا هنيئا لمصر والشعب المصري، وربنا يجعلنا في فرحه وسعاده على طول. اللهم امين يا رب. بالنسبه للارنب زي ما حضرتك قلت في مقدمه سيادتك ان هو من الحيوانات اللي هي القارضه او القوارض. بدا استئناسه، هم قالوا او اعتقد العلماء ان بدايه وجود الارنب كان موجود في اسبانيا لاكثر من 600 الف عام. لذلك لو لاحظت حضرتك تسميه اسبانيا جايه من كلمه لاتينيه هسبانيا اللي هي ارض الارانب. جم بعد كده الرومان اهتموا وبدات حلقات الاستئناس للارانب تتم، والرومان هم اللي دخلوا الارانب لانجلترا في الغزو الروماني لانجلترا، لدرجه ان هم اقاموا لها معابد خاصه وكانوا بتوضع على جدران هذه المعابد اقفاص الارانب والتربيه. وكانت ستات البيوت كانت بتطهي او بتاكل لحوم الارانب اعتقادا منهم ان دي مصدر للتناسل او التكاثر او زياده النسل في البيئات بتاعتهم. جم بعد كده في يعني في القرن السادس عشر اهتموا باستئناس الارانب، وظهر ده في الرهبان في المعابد والاديره، وبداوا في استئناس الارنب وتربيته ودخوله كحيوان منتج للحم ومنتج للفراء ومنتج او مصدر لجلب الخيرات. حتى ان في بعض البيوت كانت بتعلق الارجل الخلفيه للارنب داخل البيوت لجلب الحص. نرجع بقى لسبب ادراج الارانب ضمن الحيوانات الداجنه. رغم انه ما عندوش جناحين. اولا سيادتك هو في اشكاليه ما بين اللارج انيمال الحيوانات الكبيره والحيوانات الداجنه. وده يعتبر هو الحيوان الوحيد اللي بيمثل حلقه وصل ما بين الانتاج الحيواني والدواجن. الانتاج الحيواني يشتغل عليه ابحاثه ويشتغل على انه حيوان كبير او حيوان. احنا بنشتغل عليه على انه دواجن، فبالتالي هو ده حلقه وصل ولسه لم يصنف ضمن الدواجن او ضمن الحيوانات الكبيره. هو يعتبر حلقه الوصل ما بيننا وما بين اخواتنا اللي هم بتوع الحيوانات الكبيره اللارج انيمالز. اللارج انيمالز. تعالى حضرتك سبب تسميه الدواجن، هو ما دجن البيت هو ما سكن فيه او تم تربيته. يعني ما يتم استئناسه داخل البيوت يعتبر حيوان داجن. حيوان داجن. الارنب كحيوان زي ما حضرتك ما قلت لطيف او كيوتي كده، الكل بيبدا يربيه كمنظر للبهجه او السرور او اللعب او كذا. ولكن في عادات سيئه جدا او بعض العادات الدينيه والمعتقدات الدينيه وبعض المعتقدات الاجتماعيه اللي هي بتعزف عن تربيه الارانب او استهلاكها او استهلاك لحومها. هي دي بعض المشاكل اللي بتواجهنا من تربيه الارانب او توجيه الناس ان هم يبداوا يربوا ارانب. ولكن على النطاق البحثي او النطاق العلمي الارنب يصنف تصنيف خاص جدا ضمن الحيوانات القارضه،
له عيله لوحده بعيد جدا كل البعد. يعني بعض الناس يقول هو بيشبه الفيران شويه، بعض الناس يقول ده بيشبه القطط. لا حضراتكم القطط دي اكلات لحوم او 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 ذات انياب، فبالتالي تصنف من اكلات اللحوم، فهي في عيله لوحدها خالص. القوارض اللي هي الفئران ده عيله برضو لوحدها خالص، انما العيله بتاعت الارانب يصنف ضمن عائله او قبيله الارنبيات، دي عيله لوحدها. في اختلاف او اختلاط ما بين المربين وبعضهم، في يعني في بعض لو ننزل مثلا بننزل في حملات توعيه بنلاقي ان في بعض الناس مربيين في بيوتهم بعض حيوانات غريبه الشكل يقولوا ده ارنب، ولكن الوضع بيستفزنا ان ده بيربوا حيوان تجارب اسمه مثلا على سبيل المثال خنازير غني، وبتالد وبتتكاثر وبدأ يستهلكوا لحومها بدون وعي وبدون ارشاد، فبالتالي اصبحت ونفس شكل الارنب. لا هو مش نفس شكل الارنب، إيه بقى؟ هو عظمه الرقبه مش الراس مدغمه او مدمجه مع الجسم، مفيش له رقبه. تاني حاجه بعد مده الحمل والولاده بتاعته بتختلف عن الارنب. تالت حاجه ان الحيوانات بتاعته الصغيره ساعه ما بتنزل يوم او يومين وبتاكل، مفيش مرحله البلاين او مرحله العمى عاميه فيها الحيوانات. الارنب بيقعد مثلا الخلفات بتاعته 10 ايام بلاين اعمى، فبالتالي وبعد بيعتمد في الغذاء المباشر على الام، ده بينزل يوم او يومين وياكل وما بيبقاش بلاين خالص، بيكون بيبدا ياكل او يبدا يقرض كذا. دي حيوانات تجارب، حتى لو نزلنا حدائق الحيوان المختلفه لها مصنفه ضمن خنازير غنيه، دي بنستخدمها في كشغل تجارب او كذا. نرجع كلامنا الارنب بقى، الارنب كاهميته الاقتصاديه او كاقتصاديات شغل او كذا. بعض الجمعيات اللي هي الجمعيات اللي هي الاهليه او الخيريه بالتحديد بدات تاخد نهج او اتجاه نتيجه التوصيات بتاعتنا كشغل، ان هو حضرتك تسمع اللي هو الام المعيله والاطفال والابناء اليتامى نديهم بقره او نديهم جاموسه العشر والبطاريه الارانب. احنا كنا في مؤتمر من سنتين واقترحنا ان يبدا يدعم الشباب اللي هم بيتعلموا او الشابات او ستات البيوت، ان يبدا يبقى منتج داخل بيته، وحده انتاج صغيره. الجامعات مش هتتكلف كتير، هتبدا تاخد بطاريه الارانب وتبدا تحطها عندها ست البيت او الشاب، عدد نتي معينه ومعاهم ذكر، ويبدا ينتج، يبدا ياكل، يبدا ينتج، يبدا يصرف على نفسه، يبدا يدير دخل على بيته وعلى نفسه. ان كان هيتعلم هيكمل تعليمه مظبوط بيدير دخل، هيبقى فيه اهتمام اقتصادي داخل كل بيت. احنا شايفينها النهارده بدات توضح اكتر، بان ستات البيوت بدات تربي بعض الطيور او بعض الحيوانات اللي هي من شانها تدر دخل وتعود او تعوض البروتين الحيواني اللي احنا في صراع او في مشاكل عليه حاليا. صحيح. دلوقتي وبقى سعره مرتفع جدا كمان. تمام. فهنا بتكمن الاهميه الاقتصاديه للارانب، بتكمن الاهميه الاقتصاديه للارانب من حيث ان هي حيوانات ولوده، التكاثر بتاعها او التناسل. جميل. استاذن حضرتك نطلع فاصل قصير جدا ونرجع مره ثانيه. فاصل ونواصل اعزائي المشاهدين، تابعونا. نرجع لكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين، نستكمل كلامنا عن ذلك المخلوق الرقيق الجميل الأرنب، لكن في إطار تجاري وفي سكيل تجاري، إزاي نعمل من الأرانب مشروع نقدر نعتمد عليه يدر دخل جيد جدا ومصدر بيعوضنا عن البروتين الحيواني اللي أصبح النهاردة مرتفع في الأسعار بشكل كبير جدا. طبعا هو بروتين حيواني طبعا، لكنه من فئة اللحوم البيضاء. بيسعدني أستكمل كلامي مع الدكتور أحمد جودة الغريب، باحث في السيرجي ومناعة الدواجن بالمركز القومي للبحوث. برحب بحضرتك يا فندم. يعني اتكلمنا النهارده عن القيمه الغذائيه لذلك اللحم الطيب، اللحم الابيض كمصدر مهم جدا للبروتين وكمصدر كمان للدخل، يعني نستطيع ان نعتمد عليه ونعول عليه حتى في الجمعيات الخيريه للاسر للمراه المعيله وما الى ذلك، باعتبارها مصادر تقدر تشتغل لوحدها. يعني هي حاجه بتطلع فلوس لوحدها، بتحط لها اكل وشويه متابعه ورعايه، لكن هل الامر بهذه السهوله؟ ام اننا للبحث العلمي النهارده دور في تطوير طرق انتاج وتربيه الارانب بحيث انها تدي انتاجيه اعلى ونتغلب بها كمان على مشاكل كنا بنتعرض ليها زمان في تربيه الارانب؟ ح-
حضرتك زي ما ذكرت ان الـ إن, ان هذا المشروع او الارنب لو دخلناه في النطاق التجاري هو بتقابله كثير من المشاكل. الحيوان نفسه يعني احنا قلنا بلد المنشا او بلاد اللي ذكرت في كبلد منشا لاسبانيا وفرنسا ورومانيا بلجيكا، كل دي دول جوها يعتبر يكاد يكون مش حار بارد. فبالتالي عمليات الاستئناس لما تمت جبنا الارنب او اشتغلنا عليه فهيكون محتاج بيئه لطيفه او بيئه درجه حراره منخفضه للتربيه او يبدا عشان الشغل. فاحنا بيندرج هنا موسم الانتاج بتاع الارنب او بيبدا موسم التكاثر او يبدا المشروع يبدا من شهر 9 ويتوقف في شهر 6. دخل بقى دور البحث العلمي على اساس نزود الدرجات او نزود الفترات بتاعه الانتاج. ما احنا مش هنقعد 10 اشهر نشتغل ونقعد 3 اشهر قاعدين ساكتين، يبقى احنا دلوقتي اصبح دلوقتي في 3 اشهر عندنا او 3 شهور عندنا ساقطين من الحساب عندنا لما الصيف دور الحرب بتوع الحرب. فدخل البحث العلمي على اساس نبدا نعمل ادابتيشن او تكيف للكائن نفسه بحيث يستمر معانا طول فترات الصيف. بدأنا ندرب من خلال البحث العلمي والأبحاث بتاعتنا، بدأنا ندرب المنتجين صغار وكبار إزاي يقدر ينتج أرانب في ظل ظروف الجو الحار. طبعا مع وجود دلوقتي ارتفاع في أسعار الطاقة وتكاليف باهظة في الطاقة والتكييف، مش هنقدر نقول لواحد تعالى عشان تبدأ تشتغل 3 أشهر أو 4 أشهر بتوع صيف ابدأ ركب بقى مكيفات واشتغل وكذا، مش هتضاهي عملية الإنتاج. فاحنا بدأنا ببعض التقنيات العلمية الحديثة ان احنا نبدأ نعدل حاجة اسمها درجة بداية المعاناة اللي هي temperature threshold. هذه الدرجة بدأنا نلعب فيها بحيث ان الارنب يكون عنده تكيف داخلي نبدأ يشتغل في ظل درجات الحرارة. الارنب عندنا بتعزف عن التكاثر والتناسل في ظل درجات الحرارة المرتفعة. يعني مثلا بداية من شهر 5 يبدأ الارنب يوقف تكاثر، مفيش تكاثر بقى، يبدا يعزف عن التكاثر، ولو حصل فيه تزاوج ما يبقاش فيش ما يتمش اخصاب، ما يتمش اخصاب، وتحصل بعض المشاكل اللي هي تبدا انا هاكل وهصرف وهعمل مفيش انتاج لا تدر دخلا. فبدانا نلعب على الكيفيه دي، بدانا نزود الفيرتيليتي او نزود الخصوبه ببعض المركبات الغذائيه، بدانا نزود درجه حاجه اسمها الليبيدو او الرغبه الجنسيه بلدى الذكور والاناث بحيث ان هي تبدا ما تقفش عندنا في خلال شهور الموسم او ما بعد الموسم. فهنا بيكمن دور البحث العلمي في خلق بيئة مناسبة أو بيئة كافية لإنتاج أو معظمة الإنتاج والربح بالنسبة للمربي الصغير والمربي الكبير. طب هل نتائج هذا البحث العلمي يا فندم ترجمت إلى أدوية أو إلى مستحضرات أو إلى أعلاف موجودة في السوق المصري أم ما زالت برضو المواضيع تحت البحث والدراسة؟ والله حضرتك هناك مواضيع تحت البحث والدراسة وتحتاج إلى تقنية عالية للفهم والاستنتاج، وفي مواضيع بدأت تخرج للنور وبدأنا ننشر منها بعض الأبحاث العلمية الحديثة. لسه ما تمش النشر بتاعها، في بعض الإشكاليات اللي بدأت تظهر لنا على نطاق الخلية نفسها وعلى نطاق بعض الغدد، هنبدأ نشوف إيه المشكلة، إيه اللي حصل، يعني أصل إحنا مهمتنا الكبرى إن إحنا بنمعظم الإنتاج، ولكن لا نغفل عند معظمة الإنتاج إن يكون عندي إند برودكت عالي، منتج نهائي كويس، صالح للاستخدام، ما يبقاش فيه بعض المشاكل المعيبة اللي تبدأ تعزف أو تخلي المستهلك عندي يعزف عن استهلاكها. صحيح. كله وان واي، كله شغالين في اتجاه واحد، أنا اشتغلنا مثلا بحث رعائي من المنظور الفسيولوجي ان احنا بدانا نعدل من درجه حراره المعاناه، بدانا نعرض بعض الباجز او اللي هو الارانب الصغيره لدرجات حراره مرتفعه، بنعمل له تهيئه حراريه ان يهيئ اللي هي الادابتيشن اللي هو يبدا يهيئ بعد كده ان انت هتصادم او هتفاجئ بنفس درجه الحراره دي في لما تكبر او عند لما تيجي هذه الموجه، لما تكبر تبدا انت كحيوان تتلافى الاثار السيئه للموجه وتبدا بالديفنس بتاعك الداخلي تبدا تنتج بعض قوى الدفاعيه لتحافظ على حياتك وتنجو بنفسك، وده كله مردوده لمعظم تراب. فوجئنا واحنا شغالين هذا البحث اشتغلناه على كذا مرحله، على الدواجن العاديه الفراخ العاديه ولا صداه، وعلى الارانب، ولكن في بعض الملاحظات احنا خدناها ودي ترجمت لكتابات علميه ان امتى بالظبط اعرض. يعني عندنا مثلا في الدواجن او في الفراخ التعريض بيتم بعد الفأس لمده اسبوع.
على اساس ان لم يكتمل جهاز او اليات تنظيم الحراره داخل المخ بالنسبه للفراخ. فوجئنا ان الارنب بتكتمل عند الميلاد في ايام معينه من الحمل بتكتمل اليات تنظيم الحراره، فبالتالي هنرجع او رجعنا عرضنا في المراحل، عرضنا الام وهي حامل بحيث ننقل هذه الصدمه من الام الى الجنين، وبالتالي تبقى في الذاكره الجينيه بتاعت الذاكره الجينيه بتاعت الحيوان الصغير، فيقدر يتكيف بشكل افضل. طيب الناس اللي ربت يعني الارانب دايما بتعاني من مجموعه من المشاكل، يعني اذا الارانب طلقت في سطح منزل مثلا او في محل او في مكان، دايما بلاقيها بتعمل حفر تحت الارض وتيجي تمشي كده فجاه تلاقي الارض انهالت بيك ووقعت بيك، يعني في برضه مشاكل. اكيد حضرتك لامس مجموعه اخرى كمان من المشاكل، تكلمنا عن الحلول بتاعتها النهارده. هو اولا اللي حضرتك بتقوله ده في الذاكره الجينيه بتاعت الارنب، هو حيوان مستانس كان يسكن الجبال وكان يسكن العراء، فبالتالي واخد خلفيته الجينيه ان هو يبدا ينبش في الارض ويفحر ويعمل خنادق للولاده يختبئ من الاعداء. الحيوان حساس جدا، يعني حساسيه الارنب مثلا على سبيل المثال ان هو عند التربيه تفاجئ مثلا بعض الناس يقول ده الارانب دي حساسه لو حد شافها بتموت. لا، هي مش لو حد شافها بتموت، هي حساسه جدا او ذكيه جدا للغرباء عنها. يعني الشخص المناوب اللي بيدخل العنبر ويبدا يشتغل بايده ويبدا يفحص ويبدا، ده خلاص هي علمته واخدت ريحته واخدت ريحه خلفتها. على سبيل المثال لو حصل اي ازعاج او حصل اي دخول شخص غريب او دخول اي كائن، فار، عصفوره، حمامه، كذا الى اخره، الى المكان بتاعها، اول ما تبدا تفتك بصغارها تاكلهم. تبدا تموتهم او زي القطط تاكلهم. اعتقادا منها هو مش بتاكلهم ده، يعني عشان ده خوفا خوفا ان هي بتبدا تقول لهم انا برجعكم بطني تاني على اساس احافظ عليكم من الهيوم الغريب، فده ترجع الى حساسيتها الشديده جدا. تعال حضرتك في بعض الابحاث العلميه اللي تمت في دول العالم الغربي، لما بداوا يشغلوا بعض الموسيقى او بعض الاجواء الموسيقيه الهاديه في العنابر، فوجئوا بزياده معدل لبن الارنب اللي هو الامهات، فوجئوا بمعدل زياده وزنيه للخلفات، فوجئوا بارتياح نفسي. اذا فهي حيوانات حساسه جدا صحيح. تحتاج اجواء معينه للتربيه. طبعا لا نغفل الامراض وقصصها، القصص بتاعتها والتحصينات او المناعه، او ان احنا نبدا نكسبها مناعه فيما بعد. يعني على سبيل المثال عندنا بعض الامراض زي الامراض الفيروسيه، التسمم الدموي ده يؤرق كل مربي الدواجن. تسمم دموي ده جاف، ده انا عندي تسمم دموي بدا يجتاح القطيع كله، بدات الاقي موت جماعي، بدات خساره فادحه. ده له تحصين بيتاخد قبل موسم الانتاج بست اشهر وبعد موسم الانتاج بست اشهر. بعض الدول بدات تبعت تحصينات جديده اللي هي بيتاخد لمره واحده طول فتره الانتاج مش مرتين. بعض الامراض البكتيريه، التسمم الدموي البكتيري برضه له تحصينات دوريه. المشكله التي تؤرق الجميع من تربيه الارانب وهي الجرب. حضرتك بتقول ان في تربيه ارضي، في تربيه ارضي وفي تربيه في الاقفاص. احنا لما بنبدا ننصح نقول ابدا ربي في بوكسات او بطاريات، ليه؟ بحيث تعزل الارنب عن الارض. ارضيه حديد ومريح دماغي. بحيث ان ما يلتصقش، مش ارضيه حديد، هو لا، عشان ما يلتصقش الروث بتاع الارنب بالارنب. ما تبقاش فيه رطوبه في المكان نفسه، تبدا يجي لبعض الطفيليات زي الشيوبس والبراغيث، ودي اللي تسبب التي تنقل او تسبب مرض الجرب. صحيح. فبالتالي دي بعض الرعايه او بعض الطرق الرعائيه اللي احنا بنبدا ننصح بها المربين الصغيرين والكبار، انك تبدا تحافظ على نظافه المكان، نظافه العنبر، القطيع، بحيث تعظم انتاجك وتبدا تدر دخل على النطاق الشخصي. انا عايز برضو يعني القي الضوء على الاهميه الاقتصاديه لتربيه الارانب بشكل عام بعيدا عن اللحوم، يعني هل الفراء تستخدم وتباع باسعار جيده؟ هل يعني روث هذه الحيوانات او السبله زي ما بتقولوا، سبله الارانب ديت، هل نقدر نحقق منها عائد اقتصادي؟ ما هي العوائد الاقتصاديه غير موضوع اللحم كمان؟ حضرتك هو في المقام الاول احنا بنتكلم عن اللحم لسد الفجوه الغذائيه.
اكيد. تعالى حضرتك، في جميع ما ينتجه الارنب فهو مصدر مكسب او ربح. الفراء بيدخل في بعض الصناعات البسيطه. طبعا حضرتك ذكرت نقطه مهمه جدا اللي هي السبله. احنا حضرتك البطاريات بتبقى مرفوعه على احواض اسمنتيه، بتبدا فيها مرحله فصل الزبل اللي هو زبل الارنب عن البول بتاعه. في بعض او في لمحه علميه جميله جدا، بدا يجيبوا ديدان الارض ديدان الارض ويطلقوها في هذه الاحواض الاسمنتيه اللي تبدا تتغذى على الزبل ده. تبدا تتغذى، طبعا الديدان الارضيه ده تبدا تتغذى عليه، تحول الماده العضويه والدبال الى بروتين داخل جسمها. اكيد بدا ياخد المخلفات بتاعه الديدان دي كمصدر خصب جدا للتربه، وبدا ينقي هذه الديدان وياخدها ويجففها ويدخلها في الاعلاف. نسبه البروتين بتاعتها عاليه جدا عاليه جدا. تعالى حضرتك على النطاق الثاني، يعني احنا بنسمع النهارده صيحه الزراعه النظيفه. اكيد. اللي بتمتلكها النهارده امريكا والدول المتقدمه، ان هي كانت بادئه عندنا من قبل الستينيات، اللي هي السماد البلدي. صحيح. بدات هي تشتغل علينا بالاسمده العضويه والفرتلايزيشن وكذا وكذا. بدانا احنا نبدا يعني خدنا من تكنولوجيا القدماء اللي هم صدروها لامريكا وشغاله بها دلوقتي انتاج الكومبوست. صحيح. السماد العضوي، ابدا اعمل كومات من السبله، رواس الارانب، رواس المخلفات الحيوانيه، المخلفات الزراعيه، وابدا اعمل انتج الكومبوست لاخدم التربه بتاعتي. اذا كمشاريع الانتاج الحيواني والانتاج الدجيني كلها تدر دخل، سواء باللحوم او الجلود او المنتجات الرواس او الرواس الى اخره. يعني اذا زراعه، يعني تربيه الارانب كلها فوائد. كلها فوائد. بشكر حضرتك جدا دكتور احمد جوده الغريب، باحث فيسيولوجي ومناعه ومناعه الدواجن بمركز القومي للبحوث، على هذه الفقره. وصباحك انتصارات. شكرا شكرا. مبروك ليك. شكرا. مبروك لمصر. ألف شكرا. أعزائنا المشاهدين، مبروك ليكم، مبروك لمصر، مبروك فرحتنا الكبيرة، مبروك علينا قاعة المؤتمرات الجديدة، مبروك علينا كل انتصار هنحققه. إن شاء الله نفرح مع بعض ونتفرج على مونديال 2018 روسيا بإذن الله، ونشجع منتخبنا القومي بكل ثقة. صباحكم كله أمل وتفاؤل، إلى أن ألقاكم غدا بإذن الله. لكم مني كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.